السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد على اله وصحبه وسلم. اهلا بكم في قناة روائع وابداع ذهبك. النهارده يا جماعة هنعمل ثلاث حركات لزيادة عمر تشغيل اللمبة. ازاي يا جماعة؟ نفتح كده. من المعروف يا جماعة ان اي جهاز كهربائي او اي حاجة بتشتغل بالكهرباء بيمر فيها تيار كهربي. نتيجة مرور التيار الكهربي في اي قطعة الكترونية بتسخن بدرجات على حسب العنصر اللي هو مارر فيها. طيب احنا عايزين زي ما الشركة كده عاملة مركبة هيتسينك ألمونيا او معدن تحت اللمبات دي عشان يقوم بعملية التبريد. طب احنا هنعمل حاجة اضافية، لو ما كانتش دي موجودة هنحط لها حتة ألمونيا من تحت تبرد الحاجات ايه اللمبات دي او الليدات اللي بتسخن بدرجة معينة. رغم ان الليدات دي يا جماعة بتسخنش بدرجة كبيرة زي حاجات كتيرة، لكن برضو فيها نسبة سخونية بسيطة او دافية ممكن تسرع بإتلافها. السخونية يا جماعة بتبوظ الحاجات الإلكترونية، وده بنشوفه في كتير من الأجهزة او من قطع غيار او من الترانزستورات والأيسيات لما يحطوا لها هيت سينك لعملية التبريد ليها عشان ما تتلافش بسرعة. فهنا عاملين الهيت سينك. طبعا احنا هنحاول نقلل درجة الحرارة عشان نطول عمر الليدات ديك. اول حاجة يا جماعة هنجيب أنبوبة أمير ونحاول نشتت الضوء بما يحمله من ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، ونغطي الليدات ديك كده، الليدات نقطة نقطة كده عشان نشتت درجة الحرارة ما تبقاش مركزة في اللمبة أو أسفل اللمبة. هعملها كلها كده يا جماعة وارجع لكم. عملنا الليدات يا جماعة بنقط أمير كده عشان نشتت ونفرغ درجة الحرارة ما تركزش في اللمبة أو في أسفل اللمبة وتشتت وتقل درجة الحرارة وتعيش أكتر. طب هنعمل إيه تاني؟ هنجيب كده يا جماعة طرف الموجب أو الطرف السالب، ناخد الموجب أو يا جماعة كده ونحاول نفك الطرف التغذية الموجب، ونجيب اتنين ديود زي ما احنا شايفين على التوالي كده ونوصلهم أو نركب مقاومة 200 أوم كده يا جماعة، ونحاول ونلحمها في الطرف التغذية بتاع القرص بتاع الليدات ده كده يا جماعة اهو. ده هيعمل عملية تقليل من التيار ارمارر في اللمبات الليد ديك يا جماعة، فهيطول عمرها لان احنا اضفنا مقاومة في الطريق تقلل التيار المارر وبالتالي تقلل سخونة القطع الليدات دي. حاجة تانية هنعملها غير اضافة الليدين دولك، هنحاول نعمل عملية تبريد. للأسف دي من النوع اللي مش متعمل لها تبريد يا جماعة، هنفضل ايه نروح مخرمين كده كذا خرم على حسب الاداة اللي معانا، سواء كده يا جماعة سواء معانا مثلا كاوية او معانا اي اداة تانية نخرم بيها اهو كده اهو معلش كده اهو اهو يا جماعة كده. يعني في لمبات فيها تهوية كده هوك من الجانب وفيه هيت سينك اهو كده يا جماعة اهو، هوريها لكم انا بقى، انا هوسعها شوية بالسكينة وهوريها لكم اهو يا جماعة. بعد كده اجيب سكينة واسعة شوية واحاول اوسع الفتحات دي كده اهو عشان تديني تهوية وتعمل عملية تهوية، تيار هوا يمر من الداخل فيقوم بعملية اهو كده يا جماعة. طبعا هنعملها بشكل انيق عشان برضو معلش انا مستعجل دلوقتي عشان الفيديو، لكن احنا نعملها بشكل نظيف شوية اهو كده. كل ما تكون التهوية او الفتحات اكبر، بس نخلي بالنا بقى طبعا من القطع الداخلية، كل ما تكون ايه تدي تهوية للليدات وتهوية عموما لللمضة فتاخد وقت اكتر او تعيش اكتر وتستحمل الشغل. اكمل انا فيها وارجع لكم. خلاص يا جماعة انا فتحت اهو الفتحات ديك لعملية التهوية. انت حاول تعملها بطريقة انضف وبأشيك شوية. وتاني حاجة انا زودت كمان هنا في اهو ادي مجموعة من الخرومة يا جماعة،
تعمل بعملية تهوية من هنا من قدام عشان برضو يحصل طيار هواء من تحت ومن فوق، فتقوم بعملية التبريد وتعيش فترة أكتر. عملية بسيطة يا جماعة، مش هتغرمنا حاجة غير أنبوبة أمير واللي هم الإيه الموحدين دولك. بسم الله. أهو يا جماعة اشتغلت أهي، ما أثرتش في حاجة. الموحدين اللي احنا ركبناهم عشان تقلل التيار، أو نركب مقاومة 200 أوم، كل واحد من دولك 1 أمبير. طبعا ما بتسحبش كهرباء يا جماعة، يعني دي ما يعني ما الواحد أمبير ده هيستحمل، لأن أصلا اللمبات دي ما بتسحبش تيار كبير. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.